بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله الدرس الثاني في الوحدة السادسة، اسمه استكشاف المدرج التكراري. هنتعرف النهاردة يا ولاد غير المدرج التكراري اللي هو عنوان درسنا اليوم على أكتر من مخطط. أول مخطط ما هوش غريب علينا يا جماعة، خدناه كتير في سنة رابعة وسنة خمسة، يجيب لي خط الأعداد أهو ومتقسم مسافات متساوية ومترقم 1 2 3 4 5 6 مثلا، وبيقول لي ده اسمه مخطط النقاط، كل حاجة بعمل لها إكس أو بعمل لها نقطة. طب تعرفوا إيه مخطط النقاط؟ ده تمثيل بياني بيعرض تكرار البيانات بوضع علامة إكس فوق خط الأعداد. جميل جميل. يبقى الخط اللي مرسوم ده يا مريم اسمه إيه؟ الخط يا مستر اسمه خط الأعداد ومتقسم مسافات متساوية. طب كل اكس بتدل على تكرار معين، طب الراجل بيتكلم على ايه؟ على عدد الساعات. طب الاكس بتمثل ايه؟ بتمثل التلميذ. طب معنى المسألة بتتكلم عن ايه؟ العنوان هو يقول لك المسألة بتقول لك عدد ساعات المذاكرة. يعني ايه يا مستر؟ يعني مين اللي ذاكر ساعة؟ تلميذين. طب مين اللي ذاكر ساعتين؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس تلاميذ. طب اللي ذاكر 3 ساعات؟ 4 تلاميذ. طب اللي ذاكر 4 ساعات؟ 3 تلاميذ. يبقى أصبح اللي يبص للرسمة فهم المسألة. من العنوان عرف قصة المسألة بتتكلم على إيه؟ قصة المسألة هنا بتتكلم على عدد ساعات المذاكرة. طب من الإكسات عرفنا عدد التلاميذ. طب من الأرقام اللي تحت عرفت إن دي مكتوب عدد الساعات. طب الإكس بتمثل إيه؟ عرفت إنها بتمثل تلميذ واحد. يبقى كل البيانات والمعلومات عرفتها من مخطط التمثيل البياني. طب قول تعريفه كده تاني يا مستر عشان بتيجي في الامتحان اكمل. هو تمثيل بياني يعرض تكرار البيانات بوضع علامة اكس فوق خط الاعداد. طب خصائصه ايه يا ولاد؟ تعالى وانا اقول لك خصائصه ايه. هنتكلم دلوقتي على خصائص مخطط التمثيل. اللي هنتكلم عليه دلوقتي خصائص مخطط التمثيل. طب خصائص مخطط التمثيل ايه يا شوشو؟ اول حاجة له عنوان، بيعرف العنوان بتاع المسألة من فوق. تاني حاجة بيعرض بيانات عددية، فين الارقام اللي تحت مكتوب ارقام عددية. طب ايه كمان؟ بيمكن رؤية كل معلومة في المخطط وبتمثل كل معلومة بنقطة اللي هي الاكس. طيب ايه كمان؟ له مفتاح بيحدد كيفية قياس البيانات، فين المفتاح؟ المفتاح اهو ان عرفت ان الاكس دي تلميذ واحد. طب ايه كمان؟ البيانات الموضحه بتبقى اعلى خط الاعداد. ممكن يجي لك سؤال صح وغلط، خلي بالك يا يوسف انت وياسين. خلاص خلصنا الجزء ده، نيجي للسؤال الثاني، التمثيل البياني بالاعمده. اعمده ما هوش غريبه علينا، خدناها برضه. التمثيل البياني بالاعمده تمثيل بياني بيعمل ايه يا مستر حامد؟ بيقارن بين البيانات. ادي عمود وادي عمود وادي عمود وادي عمود. طب الكلمات اللي موجوده تحته اعداد؟ لا مش اعداد، امال ايه؟ ده بيانات وصفيه في الرسمه دي. طب ممكن تبقى اعداد؟ ايوه ممكن، وبنستخدم الاعمده لتمثيل البيانات. يبقى اول ما يقول لك مين الشكل اللي بنستخدم الاعمده في تمثيل البيانات تقول له اسمه التمثيل البياني بالاعمده. طب لاحظنا ايه؟ ان كل عمود وعمود بينهم مسافه، ما هماش لازقين ببعض. طب لو لزقوا في بعض ما يبقاش أعمدة، يبقى اسمه المدرج التكراري اللي هناخده في الشريحة اللي بعدها. طب قول لنا يا مستر الرسمة دي صفات البيان بالأعمدة إيه؟ أول حاجة بيعرض بيانات وصفية وعددية. تمام، البيانات اللي تحت وصف والبيانات اللي هنا أعداد. طب إيه كمان؟ له عنوان؟ عنوان المسألة أهو، بيتكلم على المادة المفضلة لدى التلاميذ. وله محورين، ده محور أفقي واللي طالع لفوق محور رأسي، محور أفقي ومحور رأسي، وده له اسم وده له اسم. فين اسم الأفقي؟ بيتكلم على المادة. فين اسم الرأسي؟ بيتكلم على عدد التلاميذ. يبقى الأفقي له اسم والرأسي له اسم والمسألة لها عنوان، وكل عمود بيمثل يا إما عدد واحد يا إما فئة واحدة. هنا مثل بيمثل فئة العربي، فئة الرياضة، فئة العلوم وهكذا. طب المسافات اللي بين كل عمود وعمود، بص متساوية،
الابيض هنا قد هنا قد هنا. طب البيانات اللي على المحور الافقي ليس من الضروري انها تكون اعداد، بدليل ان انت شفتها هنا كلمات كده. احنا شرحنا العنصر الثاني، تعال نشرح العنصر الثالث المدرج التكراري. بص بقى للمدرج، ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ده الاعمده لازقه في بعضها، شفت ازاي؟ يبقى لا توجد فراغات بين الاعمده الا اذا لم تتوفر بيانات للفتره المحدده، حاجه ملهاش مكان. يبقى في الغالب بيبقوا لازقين فين؟ في بعض. الاعمده تترك مسافات، المدرج التكراري لا تترك مسافات. طب ايه كمان من صفاته؟ له عنوان؟ له عنوان اهو، عنوان المساله بتتكلم عن درجه اختبار الرياضيات، يبقى ده بيمثل العنوان. جميل. طب له محورين؟ يا مستر حامد، محور افقي ومحور راسي، ولكن المحور الافقي اللي تحت ده بيبقى معبول فترات وبيبقى اخد درجات زي ما انتم شايفين. طب والمحور الراسي ده بيمثل عدد التلاميذ اللي احنا بنقول عليها التكرار، عدد التلاميذ هنا بمعنى ايه؟ بمعنى التكرار يا اولاد. طب ايه تعريف المدرج التكراري؟ هو تمثيل بياني بيعرض البيانات مجمعه في صوره فترات. ايه فترات دي يا مستر؟ بص كده، ما بيجيبليش تحت درجه درجه، امال قال لي ايه؟ قال لي اللي جايبين درجات من 81 ل 85، شيلها مجموعه، وهنا اللي من 86 ل 90، والدرجات دي من 91 ل 95، وهنا من 96 ل 100. حد لاحظ حاجه؟ الفرق هنا كام؟ اربعه، وهنا اربعه، وهنا اربعه لو بتطرحهم، وهنا اربعه علشان المسافات تبقى متساويه. يبقى يا ولاد التسميه من تحت ما بتكونش درجه، ما بتكونش درجه، امال بتبقى اسمها ايه؟ فتره. يعني ايه كلمه فتره؟ يعني من كذا لكذا، يعني اللي جابوا درجات من 81 لحد 85، يعني 81 معانا، 82، 83، 84، 85، اهي تبدا ب 81، ده معناها وتنتهي ب 85. وبنستخدم الاعمده لتمثيل الفترات، ولكن اعمده متلاصقه، اعمده متراصه، لا توجد بينها فراغات ولا مسافات. تعال نتكلم على خصائص المدرج التكراري. خصائصه ايه؟ جبت لك رسمه تنهي عشان نشرح عليها. اول حاجه، المدرج التكراري بيعرض بيانات عدديه بس. ازاي؟ بص تحت تلاقي اعداد، بص هنا تلاقي اعداد، يبقى ما عندوش زي مين؟ بص 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 اللي فاتت البياني بالاعمده، لا ده عنده كلمات، يبقى بيانات وصفيه، لكن ده اعداد في اعداد، يبقى بيعرض بيانات عدديه فقط. يبقى اول ما اقول لك مين اللي بيعرض اعداد فقط، تقول لي المدرج التكراري. طب ايه كمان من ضمن صفاته؟ عنده عنوان وعنده محور راسي ومحور افقي ولهم مسميات. طب والاعمده؟ يجب ان تتلامس الاعمده، يبقى نقول عليها ايه؟ متلاصقه. نقول عليها يا اولاد متلاصقه، وبيعرض البيانات مجمعه في صوره فترات. يبقى اول ما يقول لك مين اللي بيعرض في صوره فترات، تقول له المدرج التكراري، باكج باكج باكج، مجموعه سوا. ويجب الا تحتوي الفترات على فجوات او تدخلات بينها، كل الفترات قد بعضها، الفرق بين دي قد دي قد دي قد دي، يبقى لا تحتوي على فجوات او تدخلات. طب المحور الافقي بيتضمن فترات عدديه، نهو الافقي في فترات ايه؟ عدديه اهو، زي ما انتم شايفين اللي هي الدرجات، وقلنا من 81 ل 85، لو جيت تفصصها يعني بتبدا ب 81 وتنتهي ب 85. والراس بيمثل الاعداد او التكرارات، والعنوان هنا بيمثل درجات اختبار ماده الرياضيات، ده بيمثل العنوان. جميل جميل. انا بقى لي سؤال ظريف اشرح لك فيه، هو ايه الشبه وايه الاختلاف بين التمثيل البياني بالاعمده والتمثيل بتاع المدرج التكراري؟ الاتنين فيهم حاجات متشابهه والاتنين فيهم حاجات مختلفه. المتشابه هنحطه هنا، مين المتشابه؟ كاتبهم لك تحت اهم. هبدا بالمتشابه، كل منهما عنده محور افقي ومحور راسي، ادي وجه التشابه. طب وجه التشابه الثاني، المساله لا عنوان، والمحور الافقي والراسي لهم اسامي، ادي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، ان الاثنين ممكن يعرضوا بيانات عدديه،
النقطة الرابعة إن الأعمدة كل منهما بيستخدم الأعمدة، ده عنده عواميد وده عنده عواميد. النقطة الخامسة إن كل واحد له مقياس متدرج للمحور الرأسي. بص فيه كده أهو له مقاس، ماشي إزاي؟ صفر 20 40 60 80 100، مقاس معين. شفتوا إزاي يا جماعة؟ مقاسات. ماشي، يبقى كل منه له مقياس. يبقى دول مين يا جماعة؟ دول أوجه التشابه. اللي أنا كاتبهم تحت دول أوجه التشابه بين الأعمدة وبين مين؟ المدرج التكراري. طب قول لي يا مستر حامد، أوجه الاختلاف التمثيل البياني بالأعمدة ماله يا جماعة؟ ها؟ التمثيل البياني بالأعمدة بيعرض بيانات وصفية وعددية. بيعرض إيه يا أولاد؟ بيانات وصفية وعددية، وكل عمود بيمثل عدد واحد أو فئة واحدة، وإن المسافات اللي بين الأعمدة متساوية. اللي إحنا قلناهم دول حاجات خاصة بمين؟ بالأعمدة. طب قول لي يا مستر حامد، الحاجات الخاصة بالمدرج التكراري. المدرج التكراري بيعرض بيانات عددية فقط، ودي ميزة بتميزه، كل بياناته أعداد، وكل عمود له فترة عددية. كل عمود له فترة عددية، ولا توجد مسافات بين الأعمدة اللي مستر حامد قال عليها كلمة إيه؟ الأعمدة متلاصقة. الأعمدة متلاصقة. ماشي يا أولاد؟ تعالى كده نروح لسؤال على الدرس. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات. حدد أيًا من هذه الخصائص تكون مشتركة بين كل مخططات التمثيل اللي بالنقاط. مش فاهم يا مستر؟ فاكر خط الأعداد؟ آه. فاكر النقاط اللي عملناها بالإكسات؟ آه. أنا عايز تطلع لي من كل دول مين اللي ينفع في المخطط. يجب أن يكون لمخطط التمثيل بالنقاط عناوين، أه ولا لا؟ أيوه يا مستر، الإجابة دي صح، نختارها، له عنوان. ماشي؟ ماشي يا جماعة؟ اللي بعده، يجب أن تتضمن مخططات التمثيل بيانات موضحة فوق خط الأعداد. بتبقى فوق ولا مش فوق؟ أيوه بتبقى فوق، يبقى صح. يجب أن تتضمن المخططات 20 معلومة بالضبط. لا يا عم، مين اللي قال 20 معلومة و10 معلومات؟ ما جبناش سيرة عدد. يجب رؤية كل معلومة في مخطط التمثيل، وكل معلومة لها نقطة. الكلام ده صح؟ أيوه صح، دي معانا. يجب أن تبدأ خطوط الأعداد بالرقم صفر. لا مش شرط، يبقى مش معانا. ماشي؟ يجب أن تبدأ خطوات، قلنا دي خلاص. يجب أن توضع الوحدات المستخدمة في قياس البيانات على خطوط الأعداد في المخطط في نمرة واو. صح ولا غلط؟ آه صح، دي معانا يا مستر. البيانات تتحط في المخطط. يمكنك تحديد عدد الملاحظات، إن أنت بتجيب مجموع القيم العددية. لا ما قلناش دي. يجب تحديد الأعداد التي لها نقاط بيانات على خط الأعداد فقط. لا، ممكن تكون حاجات تانية مش أعداد فقط. يبقى الإجابة الصحيحة ألف وبه ودال وواو. جميل؟ ماشي يا جماعة؟ ماشي، نشوف السؤال اللي بعده والأخير. حدد الخصائص المشتركة اللي موجودة في المدرج التكراري. مش فاهم يا مستر حامد، فاكر رسمة المدرج اللي الأعمدة متلاصقة؟ آه. قول لي مين في دول في صفاته. يلا هناخد أول واحدة. يجب أن يكون المدرج التكراري عنوان، ونسمي كل محور. أيوة الكلام ده كلام صحيح، ناخده. تعرض المدرجات التكرارية نقاط البيانات الفردية بس. لا يا عم، ما قلناش فردي ولا زوجي. اللي بعده، تعرض المدرجات التكرارية البيانات مجمعة في فترات. صح الكلام ده؟ أيوة يا مستر حامد، قلنا فترات في المدرج. يجب ان الاعمده تكون متلامسه. ايوه، الاعمده بتكون متلامسه. نمره اهي، ليس من الضروري ان الفترات تكون في المدرج التكراري بنفس القيمه. لا، يجب الا تحتوي الفترات على فجوات او تداخلات بين القيم. ايوه يا مستر، النقطه دي قلناها من صفات المدرج التكراري. بكده يا ولاد خلصت حلقتنا عن استكشاف المدرج التكراري. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل باذن الله.